يحمد الله انه يعز علي ويكدرني السفر، واذكر وجهك باكيا يا امي. لا قدر الله خاطرك يا بني، رجيت عنك ولدا صالحا وفتى ذا خلق ورجلا بارا بوالدي. لا مدد بعد الله ورسوله الا هذا الكلام، يريحني يا امي ويهون علي وحشة السفر. ترسل في خبر وصولك اول قافله؟ لن نعود للحزن، هذا ابي قد اتى. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.